ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي مشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها وانضم لعيلتنا عيلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معاكم. قصتنا النهاردة بعنوان سجان الصعيد، يلا بينا بسرعة نتابع احداثها مع بعض. انصدم عامر عندما شاهد في الفيديو نورسين وشخص ما يقوم بإزالة شعر رأسها وهي تصرخ بشدة وتبكي، فوقع الهاتف من يد عامر وجلس على الكرسي، فاقترب منه سليم وتحدث بلهفة: عامر ايه اللي حصل؟ اخذ سيف الهاتف من على الارض وشاهد الفيديو وانصدم ايضا، فنظر الجميع الى عامر بأسى وحزن، فاقترب منه سليم وتحدث بحزن: يمكن يكون ده تهديد وما حصلش حاجة. عامر بحزن شديد: أنا السبب في كل اللي بيحصل لها ده، يا رب ساعدني يا رب. رأفت بحدة: عامر ما تنساش إنك ظابط، فكر شوية كظابط علشان تعرف تلاقي مرتك قبل ما يأذوها أكتر من كده. عامر بعصبية: أنا مش ظابط دلوقتي يا عمي، أنا واحد مرته مخطوفة وبيعذبوها، ماليش صالح بكل ده، أنا عايز مرتي مش عايز حاجة تانية. رأفت بغضب شديد: لو فضلت تفكر كده كواحد مراته مخطوفة مش هتعرف تلاقيها، فكر كظابط شرطة، قوم وروح المديرية، في واحدة مخطوفة ولازم تلاقيها. نهض عامر من مكانه وأخذ سليم وذهبوا إلى مديرية الأمن واجتمع مع الضباط، وحاول عامر أن يدقق في الفيديو حتى يرى أي دليل ولكن لم ينجح، فبدأت عمليات البحث ولم يستطع أحد أن يحصل على أي دليل ولو بسيط. وفي المساء كان عامر يجلس في مكتبه يشاهد الفيديو، فنزلت دمعة خائنة من عيونه، كان يتمنى أن يكون هذا الفيديو مجرد تهديد ولم يحدث لها شيء. أما عند نورسين كانت جالسة في هذه الغرفة تبكي بشدة وبيديها بعض خصلات من شعرها، خائفة أن تنظر إلى نفسها حتى لا ترى منظرها بعدما أزال هذا الحقير جميع شعرها، فبالتأكيد شكلها تغير كثيرا وللأسوأ، ولكن براءة وجمال وجهها ما زال لم يفارقها. ظلت تبكي وتصرخ بشدة حتى ينقذها أحد، ولكن لم يجب عليها أحد، فدخل الغول ومعه أربع سيدات، فنظرت إليهم بخوف وحزن. نظر الغول إليها وتحدث بحدة: مش عايز مكان في جسمها سليم. نورسين بصراخ: حرام عليك، أنا عملت لك إيه لكل ده؟ ما تسيبني في حالي بقى. الغول بعصبية: وانتو ما سبتوش بنتي في حالها ليه؟ وما سبتوش ابني يتجوز البنت اللي بيحبها ليه؟ جاية دلوقتي تقولي لي ذنبك ايه؟ اقتربوا السيدات من نورسين وكان معهم جهاز يشبه الصاعق الكهربائي وبعض الاشياء المخيفة، ونزعوا عنها ملابسها وبدأوا في ضربها بقوة وصعقها بهذا الجهاز الذي بمجرد ان يلمس جسدها يحرقه بشدة. ظلت نورسين تصرخ وتحاول الدفاع عن نفسها ولكن لم تستطع حتى فقدت وعيها من شدة العذاب، فأخرجت سيدة منهم كاميرا وقامت بتصويرها فيديو، ثم خرجوا من الغرفة وأعطوا الغول الكاميرا فابتسم بخبز. أما عند عامر كان يجلس في مكتبه ويحاول جمع المعلومات حتى يجد نورسين، فدخل سليم وتحدث بضيء: مش عارفين حاجة يا فندم. جاء عامر ليتحدث ولكن قاطع حديثه صوت رنين هاتفه الذي يعلن عن إرسال فيديو، ففتح الفيديو وانصدم عندما وجد نورسين جالسة تبكي بشدة وجسدها كله عبارة عن حروق وكدمات. ألقى عامر الهاتف بقوة من شدة غضبه، فجاء سليم ليأخذه ولكن أوقفه عامر وتحدث بغضب: أوعى تقرب، ما ينفعش تشوفه. سليم بتفهم: حاضر حاضر،
بس قولي ايه اللي حصل؟ عامر بغضب شديد، ما ينفعش افضل ساكت هنا، بيعذبوها، اتصرفوا شوفوا لي ابنه فين، والغول ده انا هقتله، والله العظيم لهقتله، هخليه يندم على الساعة اللي شافني فيها. دخل رأفت وبعض الضباط على صوت عامر، فتحدث رأفت بحدة: عامر عصبيتك دي هتضيع مرسين، ما ينفعش كده، فكر شوية علشان تلاقيها. جلس عامر على الكرسي، فدخل احدى الضباط ويدعى محمد، ثم تحدث بلهفة: سيادة المقدم، عرفنا مكانها. عامر: بجد لقيتوها؟ لقينا مكانها يا فندم، ومستنين اوامر سيادتك. رأفت بجدية: عامر مش عايز تسرع ولا تهور، عايز هدوء وتفكير علشان ما يحصلش خسائر اكتر من كده. عامر بدي اوامرك يا فندم. اجتمع عامر مع بقية الضباط وبدأ في طرح خطتهم، وارتدى كل منهم ملابسهم العسكرية. أما عند نورسين كانت ملقاة على الأرض تبكي بهدوء وهي تشعر بالألم الشديد، حتى سمعت صوت طلقات نارية في الخارج. أما في الخارج أطلق سليم عدة طلقات نارية، ولكن لم يجدوا أي شخص هناك. فدخل عامر إلى الغرفة ووجد نورسين جالسة على الأرض، شعرها قصير يشبه الرجال، وبعض من جسدها مكشوف والكدمات تملأ جسدها، فمنع أحد أن يدخل إلى الغرفة وركض إليها واحتضنها. فنظرت نورسين إليه بتعب ودموع، ثم تحدثت بصوت ضعيف: عامر. نظر عامر إليها بحزن شديد وخلع جاكيت بدلته، ثم وضعه عليها وحملها ووضعها في الإسعاف، وذهبوا بسرعة إلى المستشفى. فجاء الجميع ومعهم أفنان، أما عامر فكان في حالة سيئة جدا. فاقتربت هدى منه وتحدثت بحزن: أختي هتكون زينة، ما تقلقش. نظر عامر إليها بحزن، فهي لا تعلم شيء ولم ترى نورسين في هذه الحالة، شعرها يشبه الرجال وجسدها عبارة عن كدمات وحروق. ظلوا هكذا قرابة نصف ساعة حتى خرج الطبيب، فاقترب عامر منه وتحدث بلهفة: قولي هي زينة؟ الطبيب بدي: ممكن أكلم حضرتك على انفراد يا ست المقدم؟ ماشي. يلا يا سليم تعال معايا. ذهب عامر وسليم مع الطبيب إلى مكتبه، فتحدث الطبيب بدي: حالتها صعبة قوي ونفسيتها كمان، هي تعرضت لأذى نفسي وجسدي كبير. يعني إيه؟ يعني ممكن تحاول تنتحر، ومن الأحسن بلاش حد يوريها نفسها علشان مش هتستحمل. عامر بحزن: يعني اتعامل معها إزاي؟ الدكتور النفسي هيقولك إزاي تتعامل معها. خرج عامر من عند الطبيب وهو في قمة حزنه، ثم دخل إليها فوجدها ممددة على الفراش تنظر إلى الأعلى. وعندما رأت عامر غطت رأسها ونزلت دموعها، فاقترب منها وأزال الحجاب عن رأسها، ثم تحدث بحزن: بتغطي شعرك ليه؟ أنت حلوة في كل حالاتك ومهما حصلك. نورسين بدموع: طلقني يا عامر، مش هعرف أعيش معاك بعد كده، علاقتنا انتهت خلاص. ولحد هنا يكون انتهى الموسم الأول. يا ترى هيحصل ايه في علاقة عامر ونورسين، خاصة بعد ما عامر بدأ يتعلق بها ويظهر حبه ليها؟ والغول هتكون نهايته ايه؟ وأفنان هيكون ايه موقفها في اللي بيحصل؟ يا ترى هتفضل بريئة ولا هتتحول لقطة شرسة؟ إجابة ده كله هتكون في الموسم الجديد، وبجد الجديد شديد. بوعدكم بموسم مليء بالرومانسية والأكشن والغدر والانتقام. تابعوني يا أحلى صحاب، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة. مع السلامة.